معك اخوتي اينما كنتم وحيثما وجدتم. السلام عليكم بدون استثناء. اليوم رانا في بلديه باريس، اليوم ذكرى 8 ماي 1945. هذا يوم تاريخي بالنسبه للاوروبيين، لكن لفرنسا كذلك، لكن بالنسبه لنا تاريخ يوم مهم للجزائر. في هذا اليوم فرنسا قامت بمجازر كبيرة تجاه الشعب الجزائري، حيث قتلت حوالي 48 ألف جزائري في يوم واحد. راح نشوفوا اليوم خاوتنا راح يدير وقفة هنا أمام بلدية باريس، وربي يرحم الشهداء، ونخليكم بعد حين إن شاء الله. السلام عليكم. وش يمثل لك 8 ماي 1945؟ مجازر خراطة وسطيف وقالمة وغيرها. انا كنت نشوف فيهم. شحال كان في عمرك ذاك الوقت؟ كان في عمري 12 سنة. واش تحكي لنا على المجازر هذوك؟ واش تحكي لنا على المجازر هذوك؟ واش صرا؟ واش الهضره؟ كانت الموت ياسر. واش كانت؟ كانت الموت تطيش على الطيح، نطرو هكذا بليمتريات، كلون كلون اللي كيتلو، كلون كلون اللي كيتلو. من بعد جا العسكر، من بعد جا العسكر، جاو الطيارات يطلقوا الباراشوت هذيك. تعمر سطيف، تعمر سطيف، تعمر قال تعمر كلش. حنا كيطيح الليل نسكروا البيبان، الكلون يطيح الليل ينظروا يكتلوا يكتلوا. هما داروا الثورة ما نجحوش فيها، ما نجحوش فيها، ما نجحوش. وفات عوام، زادوا فات عوام، داروها غير بالسياسة، بالسياسة نجحوا فيها. يا أخي هكذا، يا والحمد لله، والحمد لله. لي ذكر في الجزائر راه ماهوش مسلم. الجزائر هي لاباس فيا، لاباس يقراو، لاباس بها، لابسين راكبين، لاباس حنا كنمشيو تحت راس الله. يرحم والديك. ما دارش فينا الخير، ما دارش فينا الخير. يرحم والديك. بصح تهضر معاهم تهضر ما يستحقوش هذا الشيء هذا كاع. يسخبوا فيه فيلم. هذا ما يستحقش. عندي ديكس والله، عندي ديكس 17. تفكرك. ربي يحفظك يا عميرو سيف ويعطيك الصحة. السلام عليكم. سي مخلوف السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. اليوم رانا 8 ماي 1945، رانا في لاميري تاع فرنسا باش نحكي واش صار واش داروا في الجزائر. كيسكون لا سوبي ان الجيري. 8 ماي 1945. 45 000 Algériens les matou le 8 mai 45. Quelques Hayati. Anna compte fait français en 52. À l'âge de 8 ans. Compte fait Hubsal à l'âge de 8 ans en 53. Anna ou Baba. Au Daouna le Hubs. Am le Hubs. في كليرمون فيران دون كويت دون ضربونا اكسبولسي البلاد. بابا طلع للجبل مجاهد، وكاين واحد الخبيث، كاين واحد الخبيث باع يما، باع يما. قال الفرنساويين قالهم باللي هذه هي المراه نتاع فلان مجاهد، ودوها الحبس. قعدنا عامين انا وياه في الحبس. كان جي با في الحبس كنت عندي 8 سنين في عمري. جيتي لو بروميي بريزوني الجيريان بوندون لا غير دالجيري. والسلام عليكم. يعطيك الصحة. الله يرحم الشهداء. يرحم والديك. السلام عليكم. Salam alaikum. Voilà, concernant ce jour du 8 mai 45, c'est très timide par rapport à ce qui se passe ici en France. Malheureusement, la majorité des Algériens ne sont pas mobilisés. Et moi, je m'adresse comme toujours à la majorité de la diaspora qui vit en France et région parisienne. Je leur dis de tout simplement se réveiller parce qu'on ne peut pas compter sur les autres de faire ce que nous, on peut faire, c'est-à-dire nous délivrer de ce système qui nous tient depuis même avant 62 et de dénoncer tout ce que fait la France avec le système actuel en Algérie. Dénoncer par là même le gaz de schiste et toutes ces corruptions qui de plus en plus déciment le pays
et bien sûr le pillage de l'Afrique, le pillage de l'Algérie par la France. Et voilà. J'espère que l'année prochaine, on sera plus nombreux et beaucoup plus organisés. Salam alaikum.